بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض في كورس أساسيات الرياضيات. خدنا في الفيديو اللي فات في الآخر خالص الايه نمبر لاين أو خط الأعداد. عندك هنا ده كان الصفر اللي هي نقطة الانطلاق بتاعتنا أو نقطة البداية. على اليمين الأعداد الموجبة، عندك أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة أدي أربعة إلى ما لا نهاية. عندك على الشمال الأعداد السالبة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب أربعة إلى سالب ما لا نهاية. عشان نحط أي نقطة على أو أي رقم على خط الأعداد بنيجي نمثله بنقطة واحدة. بين أي نقطتين على خط الأعداد في عدد لا نهائي من الأرقام، يعني أنت لو خدت الواحد والاتنين هتلاقي ما بينهم عدد لا نهائي من الأعداد، مثلا واحد واحد من عشرة، واحد واتنين من عشرة، حد اتنين، لو انت خدت الأقرب رقم من مية، واحد واحد من مية، واحد واتنين من مية، إلخ، لو انت خدت الأقرب جزء من ألف، وهكذا وانت ماشي. المهم كل نقطة على خط الأعداد بتمثل رقم وحيد، يعني إيه؟ يعني مفيش، ما ينفعش تيجي عند نقطة كده والنقطة دي تمثل رقمين. طيب عشان أجمع رقمين الفكرة الأساسية بتاعتهم إن أنت مثلا لو أنت عندك اتنين عاوز تضيف عليها تلاتة، أعملها إزاي؟ طبعا كل الناس عارفة إن هي بتساوي خمسة، بس الفكرة جت إزاي؟ الفكرة الأساسية ممكن تجيبها من على خط الأعداد هنا. إزاي؟ عندك الاتنين دي بتمثل، لما نيجي نمثلها على خط الأعداد بنحطها هنا. دي معناها إيه؟ معناها إن هي خطوتين على خط الأعداد من الصفر للاتنين بالشكل ده. التلاتة عبارة عن تلات خطوات على خط الأعداد. ممكن أبدأ من الصفر عادي، بس أنا دلوقتي عشان أجمع الرقمين فأنا باجي عند نقطة النهاية بتاعت الرقم الأول وباخد تلات خطوات أو على حسب الخطوات ده بتاعت الرقم التاني. فأنت عندك هنا خلاص أنا وصلت لهنا، بعد ما وصلت لهنا هاجي عند النقطة دي وآخد تلات خطوات ناحية اليمين. أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة. وبالتالي 2 زائد 3 هيديني كام على طول؟ هيديني 5. ليه مشيت ناحية اليمين في الرقمين؟ لأن الرقمين بالموجب، وأنا عارف إن الموجب هو بعد ما بين الصفر أو ما بين أي رقمين يعني على خط الأعداد ناحية اليمين، وبالتالي لما باجي أتحرك الوحدتين دول بتحركهم ناحية اليمين، لما باجي أتحرك التلات وحدات دول بتحركهم ناحية الشمال. طيب قلنا 2 زائد 3 بتساوي 5. طيب لو انا عندي بقى 3 زائد 2، واحد هيقول لي طب ما بتساوي 5 على طول، طيب هعملها ازاي هنا؟ نفس الكلام، تعال نعملها برضو على نفس المنحنى او على نفس الخط. عندك 3 هاجي من عند الصفر وامشي 3 خطوات ناحيه اليمين. ادي 1 2 3. من عند نقطه النهايه بتاعت الرقم الاولاني همشي خطوتين ناحيه اليمين. ادي 1 2. هلاقي ان 2 زائد 3 بتساوي 3 زائد 2، وبالتالي عملية الجمع عملية إبدالية. طيب لو أنا بضيف بقى رقم سالب عشان نكمل المنظومة دي، لو أنا بضيف رقم سالب، يعني إيه رقم سالب؟ يعني مثلا 2 زائد سالب 3. 2 زائد سالب 3 نفس الكلام، أدي صفر أدي واحد أدي 2 أدي 3، ادي سالب واحد سالب اتنين. عندك اتنين هتمشي خطوتين ناحية اليمين، هتبدأ طبعا انت بادئ بأول رقم هتبدأ من الصفر، يبقى ادي واحد ادي اتنين. بعد كده هتيجي من عند نقطة النهاية بتاعت الرقم الأول وتمشي ثلاث خطوات ناحية الشمال، فهتيجي من عند النقطة دي وتمشي ثلاث خطوات، ادي واحد اتنين ادي تلاتة، هتيجي كده. هيديك المحصلة بتاعتك هو ده اللي ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هو كام؟ سالب واحد. يبقى أنت عندك هنا 2 زائد سالب 3 بيديك سالب واحد. طيب لو احنا بدلناها خليناها سالب 3 زائد 2. سالب 3 زائد 2 يعني هنمشي الأول 3 خطوات ناحية الشمال. سالب واحد سالب 2 سالب 3. هتيجي من عند الصفر تمشي 3 خطوات ناحية الشمال أهو. بعد كده هتضيف 2 يعني هتيجي من عند نقطة النهاية بتاعت سالب 3 وتروح يمين خطوتين. ادي واحد ادي اتنين. وبالتالي هتلاقيك وصلت لفين؟ وصلت للسالب واحد برضه، وبالتالي سالب 3 زائد 2 بتساوي سالب واحد. وبالتالي
عملية الجمع زي ما قلنا عملية إبدالية، أنت هنا جمعت عدد بالموجب، عددين بالموجب مع بعض، وهنا جمعت عدد بالموجب مع عدد بالسالب. لو أنت لاحظت كده هتلاقي الاتنين والتلاتة، سيبك من السالب دلوقتي، الاتنين والتلاتة أنه الأكبر فيهم؟ الأكبر فيهم هو التلاتة، وبالتالي المحصلة بتاعت الرقمين أو حاصل جمع الرقمين هيكون الإشارة بتاعته هي الإشارة بتاعت الرقم الكبير كرقم مش كإيه مش كقيمة. وبالتالي عندك 2 زائد سالب 3 بيديك إيه؟ بيديك سالب 1 اللي هي إشارة الكبير، وبعد كده 3 ناقص 2 أو تطرحهم من بعض هيديك إيه؟ هيديك 1. وبالتالي لو أنت عندك رقمين بالموجب الاثنين هيطلع بالموجب، لو انت عندك رقمين واحد فيهم بالسالب هيطلع عندك الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير، والإشارة هتبقى مع الرقم الكبير، يعني هنا التلاتة أكبر من الاثنين فالإشارة كانت بالسالب. طيب لو الرقمين بالسالب، تعالى ناخدها، لو الرقمين بالسالب عندك سالب 3 زائد سالب 2 نفس الكلام. سالب 3 هبدأ سالب 3 همشي 3 خطوات، بعد كده سالب 2 همشي خطوتين برضو من هنا، يبقى انت عندك هنا سالب ايه؟ معلش حطيتها بالموجب، سالب ايه؟ سالب 5. طبعا لو انت خليتها بدأت بالسالب 2 هتبقى برضو سالب 2 اهو، بعد كده سالب 3 هيديك برضو سالب 5. وبالتالي عندك هنا لو الرقمين بالموجب بيطلع بالموجب، لو الرقمين بالسالب بيطلع بالسالب، لو احد الرقمين موجب والتاني سالب بيطلع الرقم بالاشارة بتاعت الرقم الكبير. نستنتج من دول ان عملية الجمع زي ما قلنا عملية ابدالية. طيب نيجي بقى لعملية الطرح. طبعا هنا انت 2 زائد سالب 3 دي جمع لان في زائد ما بين الاتنين، ده سالب 3 غير لما تقول 2 ناقص 3 دي عملية طرح، لكن دي عملية ايه؟ عملية جمع، طالما ان في موجب ما بين الرقمين ده عملية جمع، ده سالب 3 لكن ده ناقص 3، سالب 3 يعني الرقم نفسه سالب، ناقص 3 يعني بتطرح التلاتة من الاتنين، ففي فرق ما بين المعنيين. المهم نيجي بقى لعملية الطرح. عندنا مثلا لو عندنا 2 ناقص 3، 2 ناقص 3 بتساوي كام؟ عشان تفهم موضوع الطرح فانت عندك هنا لو A ناقص B بتساوي سي معناها ايه؟ الاي ناقص بي بتساوي سي معناها ان البي زائد السي بتساوي الاي. واحد هيقول لي مش فاهم، انت عندك هنا لو انت البي دي مثلا بي 5 زائد السي دي بي 2 هيديك 7. لو انت بقى خليتها زي ما هي هنا عندك الاي قلنا ان هي ب 7 ناقص البي اللي هي ب 5 هيديك 2. وبالتالي عندك عملية الطرح هي عملية عكسية للايه؟ للجمع. يعني ايه عملية عكسية للجمع؟ يعني انت هنا بتجمع البي زائد السي اعطاك الايه، لو انت هنا طرحت السي من الايه هيديك البي، لو انت طرحت البي من الايه هيديك الايه؟ هيديك السي. وبالتالي عملية الطرح هي عكس عملية الايه؟ عكس عملية الجمع. واحد هيقول لي طيب انا برضو مش فاهم انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول ان انا هنا في العلاقة دي قلنا إن البي زائد السي بتساوي الإيه. لو أنا هنا زودت سالب البي للطرفين، يعني هنا زائد سالب بي وهنا زائد سالب، أو خليها على طول سالب بي زائد، إيه اللي هيحصل؟ عندك هنا سالب بي زائد بي هيديك إيه؟ سالب بي زائد بي لو أنت عملتها على خط الأعداد مثلا بتيجي هنا، ادي خط الاعداد اهو، ادي الصفر، سالب بي يعني هتيجي من عند الصفر وتروح بي، زودت عليها البي يعني هتيجي من عند نقطه النهايه وتمشي هنا مسافه بي فهترجع للصفر تاني، وبالتالي سالب بي زائد بي هيديك ايه؟ هيديك صفر. وبالتالي هيفضل هنا سي بتساوي اي زائد سالب بي. نستنتج من هنا ان العلاقه دي هي نفسها العلاقه دي، ليه؟ لان الطرف ده هو نفس الطرف ده، وبالتالي اي ناقص بي هي نفسها اي زائد سالب بي، وبالتالي عمليه الطرح
هي عمليه جمع. عمليه الطرح هي عمليه جمع، كل اللي انت بتعمله اللي انت بتشيل السالب ده وبتحط موجب وتخلي الرقم ده بدل ما هو ناقص 3 تخليه سالب 3 يعني زائد سالب 3 يعني زي ما انت شايف هنا يعني. المهم عمليه الطرح هي عمليه جمع في الاساس، يبقى 2 ناقص 3 ممكن نكتبها على الصوره 2 زائد سالب 3. عشان استنتج خاصيه الدم برضه استنتجها على خط الاعداد، واحاول ان انا اختصر في الوقت شويه عشان ما اخدش وقت. عندك هنا لو انت عندك مثلا 2 زائد 3 ناقص 5، 2 زائد 3 ناقص 5 هخلي عمليه الطرح دي عمليه جمع، يبقى 2 زائد 3 زائد سالب 5. لو انا هنا خدت قوس على الاثنين دول وجمعتهم على الخمسه يعني ايه؟ يعني خليتها 2 زائد 3 زائد سالب 5 بالشكل ده. لو انا بقى خدت ال 3 وسالب 5 مع بعض وبعد كده جمعتهم على 2 يعني 2 زائد 3 زائد سالب 5. هل هتفرق؟ هل الموضوع هيفرق؟ تعال نشوف. عندك هنا اول مقدار عندنا 2 زائد 3، هناخد اللي ما بين القوسين الاول 2 زائد 3 هيديك ايه؟ هيديك 5. بعد كده زائد سالب 5 هتيجي من عند النقطه دي وترجع ايه 5 خطوات لورا، اعطانا كام؟ اعطانا 0، وبالتالي ده بيساوي 0. تعالى بقى ل المقدار ده، عندك هنا 3 عندك 3 هنمشي 3 خطوات ناحية اليمين زائد سالب 5 هنمشي 5 خطوات ناحية الشمال. يبقى 3 زائد 5 زائد سالب 5 اعطانا سالب 2. بعد كده هنضيف عليهم الاثنين دي، يعني هنيجي هنا خطوتين. وصلنا لايه؟ وصلنا للصفر، وبالتالي ده هيديك صفر برضه. وبالتالي عندك المقدار ده هو نفسه المقدار ده. العملية دي اسمها عملية الدمج. يعني ايه عملية الدمج؟ يعني انت لو انت عندك ثلاث أعداد A زائد B زائد C، لو انت جمعت دول وبعد ما جمعت دول حطيتهم على السي هي نفسها كانك جمعت البي والسي وبعد كده ضفتهم على الاي. يبقى تاني خاصيه من خواص الجمع، طبعا الجمع هو نفسه الطرح، الاثنين نفس الحاجه. تاني خاصيه من خواص الجمع هي عمليه الايه؟ عمليه الدمج. بعد كده عندنا المحايد الجمعي. يعني ايه محايد جمعي؟ عندك مثلا لو انت قلت A زائد صفر، A زائد صفر هتديك كام؟ صفر ده معناها على خط الأعداد إن أنت ما اتحركتش. يعني أنت مثلا لو قلنا 2 زائد 1 زائد صفر، 2 زائد صفر فأنت هتيجي هنا آدي الصفر آدي 1 آدي 2، هتيجي عند الاتنين زائد صفر ما اتحركتش، وبالتالي عندك هنا 2 زائد صفر هتديك برضو 2، وبالتالي 2 زائد صفر تديك على طول ايه؟ 2. يبقى اي رقم زائد صفر هيديك كام؟ هيديك 2. طبعا برضو اي رقم ناقص صفر هيديك برضو نفس الرقم اللي هو الاي. يبقى اي رقم زائد صفر اي رقم ناقص صفر هيديك الايه؟ الرقم نفسه. طيب المعكوس الجمعي بقى، يعني ايه معكوس جمعي؟ يعني اي رقم اي رقم حقيقي في رقم بالسالب ليه بحيث ان مجموع الرقمين يديك صفر. يعني ايه مثلا؟ يعني عندك ايه في رقم اسمه سالب ايه او القيمه بتاعته سالب ايه، لو جمعت الرقمين على بعض هيديك ايه؟ هيديك صفر. يعني ايه زائد سالب ايه هيديك صفر. تعالى كده نجربها، خد اي رقم كده 2 مثلا ادي صفر، عندك 2 زائد سالب 2
هيديك ايه؟ هيديك صفر. وبالتالي عندك هنا المعكوس الجمعي، المعكوس الجمعي لو انت عندك ايه هيبقى المعكوس الجمعي بتاعه سالب ايه، لو انت عندك سالب ايه هيبقى المعكوس بتاعه ايه، الاثنين معكوسين ايه لبعض. وطبعا المحايد الجمعي اللي هو الصفر، اي رقم تضيفه على الصفر هيديك نفس الرقم، حتى لو ضفت الصفر على الصفر هيديك نفس الرقم. ايه بعد كده ندخل بقى على الايه، على الضرب. ندخل بقى على عملية الضرب. عندك مثلا هناخد مثال 2 في 3. 2 في 3 بتساوي ايه؟ 2 في 3 معناها ان الاثنين متكررة 3 مرات، او الثلاثة متكررة مرتين. طيب زي ما احنا كاتبينها كده معناها ايه؟ معناها 30. يعني ايه 30؟ يعني الثلاثة متكررة مرتين. تعالى كده، الثلاثة متكررة مرتين يعني 3 زائد 3. 3 زائد 3 هيديك كام؟ هيديك 6. طيب لو احنا بقى عكسناها، خليناها 3 في 2. 3 في 2 معناها ان الاثنين متكررة 3 مرات، وبالتالي 2 زائد 2 زائد 2 هيديك كام؟ هيديك 6. وبالتالي نلاحظ من هنا ان عملية الضرب عملية إبدالية. طبعا احنا لسه ما خلصناش عملية الضرب. ليه؟ لأن في سالب، في سالب، وفي طبعا احنا بنضرب رقمين موجبين، في رقمين سالبين، وفي رقم سالب في رقم موجب. لو خدنا مثلا سالب 3 في 2، سالب 3 في 2 طبعا احنا لسه قايلين هنا ان 2 في 3 نفسها 3 في 2، وبالتالي ممكن نخليها سالب 3 متكررة مرتين، يعني نخليها 2 في سالب 3، وبالتالي هتبقى سالب 3 زائد سالب 3 هيديك ايه؟ هيديك سالب 6. وبالتالي سالب 3 في 2 بتديك ايه؟ بتديك سالب 6. طيب هنا رقمين موجبين، هنا رقم سالب ورقم موجب. طيب لو رقمين بقى سالبين، سالب 3 مثلا في سالب 2، نتعامل مع دي ازاي؟ طبعا هنا مش هتعرف تقول ان كذا بتتكرر كذا. طب نعمل ايه في الحالة دي؟ علماء الرياضيات يعني قال لك ببساطة شديدة، هل ينفع ان سالب في سالب تديك موجب ولا تديك سالب؟ يعني انت هنا عندك سالب في سالب، يا هتديك موجب يا هتديك سالب. طيب ينفع سالب في سالب تديك سالب؟ قال لك ما ينفعش. ليه؟ لان انت عندك هنا عشان يديك سالب فلازم يكون اي واحد فيهم بسالب، وبالتالي لو خليت دي بتديك سالب هتلاقي ان السالب في موجب بيديك سالب والسالب في السالب بيديك سالب، وبالتالي دي مش هتنفع ومش هت ايه ومش هتطيع قوانين الرياضيات. وبالتالي جربوا كده، طب سالب في سالب تديني موجب، لقوها ان هي بتنفع. وبالتالي سالب 3 في سالب 2 السالب في السالب هيديك موجب، و3 في 2 على طول هتبقى بكام؟ ب 6. وبالتالي انت عندك هنا قواعد الضرب، عندك عمليه الضرب عمليه ابداليه، الموجب في الموجب بيديك ايه؟ بيديك موجب. الموجب في السالب بيديك ايه؟ سالب. طبعا السالب في الموجب هي نفسها، لان زي ما قلنا عمليه الضرب عمليه ابداليه، وبالتالي هتديك سالب برضو. طب السالب في السالب هيديك ايه برضو؟ هيديك موجب. يبقى انت عندك هنا في اربع حالات، موجب في موجب بيديك موجب، سالب في سالب بيديك موجب، موجب في سالب بيديك سالب، سالب في موجب بيديك ايه؟ بيديك سالب. الحاجه الثانيه في الضرب، طبعا عمليه ابداليه، يعني الاي في البي بتساوي البي في الايه. عملية الضرب عملية بينفع يعني فيها الدمج. يعني ايه الدمج؟ زي ما خدنا في الدمج في عملية الجمع، عندك الايه في البي في السي، ايه في البي في السي ينفع ناخدها اي بي مع بعض ونضربهم في السي، او ينفع ناخدها ايه ونضربهم في البي في السي. طيب تعالى كده ناخد مثال، عندك هنا الايه نخليها 2 مثلا في 3 في 4. 2 في 3 في 4 هناخد دول مع بعض نضربهم في الأربعة، بعد كده 2 في 3 في 4 هناخد دول مع بعض نضربهم في الاثنين. 2 في 3 في 6، 6 في 4، 6 في 4 هيديك كام؟ 24. 2 زي ما هي في 3 في 4 ب 12، 2 في 12 ب 24. وبالتالي عملية الضرب عملية، أو ينفع يعني خاصية الإيه؟ خاصية
قدامك. يبقى انت عندك ال A في ال B الكل في ال C بيساوي ال A في ال B في ال C. بعد كده عندك المحايد الضربي. يعني ايه المحايد الضربي؟ يعني لو خدت ال A وضربتها في الواحد هيديك ايه؟ هيديك ال A نفسها زي المحايد الجمعي. المحايد الجمعي كنت ما بتجمع اي حاجة على الصفر كان بيديك نفس الحاجة. وبالتالي عندك ال A في الواحد بيديك ال A، والواحد في ال A برضو هيديك ال A، هيديك ال A. طيب بعد كده عندنا المعكوس الضربي. يعني ايه المعكوس الضربي؟ يعني لو انت عندك رقم اسمه ايه في رقم تاني اسمه واحد على ايه، بحيث لما تضرب الرقمين دول في بعض هيديك واحد. كأنك عملت ايه بالظبط؟ كأنك كده انت عندك الاي في واحد بيساوي الاي، كأنك رحت جاي مشقلب الاتنين دول، يعني او ضربت في واحد على ايه هنا وضربت في واحد على ايه هنا. لما تضرب واحد على ايه هنا الاثنين هيروحوا مع بعض. طبعا احنا لسه ما خدناش القسمه، بس يعني ايه كحاجه، يعني بتضرب دول في بعض هيديك واحد، بتضرب ايه دول في بعض هيديك ايه؟ هيديك واحد. وبالتالي الايه في واحد على ايه بيديك ايه؟ بيديك واحد. المهم لو في عندك رقم اسمه ايه في رقم تاني اسمه واحد على ايه، بحيث لما تضربهم على بعض في بعض يديك ايه؟ يديك واحد. طبعا بشرط ان الاي ده لا يساوي الايه؟ الصفر، لان الاسم على صفر زي ما قلنا هنا هتبقى الاسم على صفر ايه؟ غير معرفة. بعد كده بقى خاصية التوزيع. خاصية التوزيع ببساطة شديدة، لو انت عندك رقم اسمه ايه؟ مضروب في بي زائد سي، فانت عندك ال A ده بيتوزع على الرقمين. يعني ايه؟ يعني ده بيساوي A B زائد A C. طيب تعال نجرب كده، عندك مثلا 2 في 3 زائد 4 بيساوي 2 في 3 زائد 4 ب 7، 2 في 7 ب 14. طيب وزعها كده، 2 في 3 زائد 4 بيساوي، لو انت وزعتها تبقى 2 في 3 زائد 2 في 4، 2 في 3 ب 6 زائد 2 في 4، 2 في 4 ب 8 هيديك 14. وبالتالي عندك هنا عملية خاصية التوزيع، لو انت عندك رقم مضروب في مجموع رقمين بيتوزع الرقم ده على الرقمين. تعال بقى نلخص الخواص اللي احنا خدناها دي. عندك خواص الأعداد الحقيقية. أول حاجة خاصية التبادل، أو الخاصية التبادلية. خاصية التبادل أو الخاصية التبادلية، لو أنت عندك A زائد B بيساوي B زائد A، ده في حالة الجمع. في حالة الضرب لو أنت عندك الـ A مضروب في الـ B بتساوي الـ B في الـ A، طبعا سواء بالموجب أو بالسالب، وهنا برضو كذلك. طيب الخاصية التانية خاصية الـ A الدمج. خاصية الدمج لو انت عندك A زائد B زائد C، لو دول مع بعضهم هيساوي الـ A زائد B زائد C دول مع بعضهم. طيب بالنسبة بقى للضرب هي نفس الكلام، عندك A B C دول مع بعضهم هيساوي A B C دول مع بعضهم. تالت حاجة المحايد الجمعي والمحايد الضربي. اسمه محايد جمعي ومحايد ضربي. يعني ايه محايد جمعي؟ يعني لو ضفته على اي حاجه هيديك ايه؟ هيديك نفس الحاجه. محايد ضربي لو ضربته في اي حاجه هيديك نفس الحاجه. يبقى انت عندك هنا المحايد الجمعي A زائد صفر بيساوي ايه، وعندك المحايد طبعا ده جمع او ايه لو دي موجب او سالب. زي ما قلنا الجمع عكس، او يعني هو عمليه عكسيه للايه؟ للطرح. الاثنين عكس بعض. A زائد صفر بيساوي ايه؟ او خاصية من الايه؟ من الجمع يعني. بيساوي الايه؟ وعندك هنا الايه بالنسبة بقى للمحايد الضربي، ايه في واحد بيديك الايه؟ الايه. اربعة المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي. المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي لو انت عندك الايه جمعت عليه
سالب ايه هيديك ايه؟ هيديك صفر. معكوس الضربي لو انت عندك الايه ضربته في واحد على الايه هيديك ايه؟ هيديك واحد. خامس حاجة خاصية التوزيع. خاصية التوزيع ببساطة شديدة دي الاتنين مع بعض بقى بتجمع الجمع والضرب الاتنين مع بعض. لو انت عندك A مضروبة في البي زائد سي هيديك AB زائد AC. بس كده دول القواس بتاعت الأعداد الحقيقية.